فيكم، أنا خمينة من هابرز بازار العلبية وحلقة جديدة من أخبار الموضة. رح نتابع تغطيتنا لعروض أزياء موسم خريف وشتاء 2018، ورح تكون محطتنا الأخيرة عاصمة الموضة. عم نحكي عن عاصمة الموضة، يعني أكيد نحن عم نحكي عن العاصمة الفرنسية باريس. اخترت لكم بعض عروض الأزياء من باريس فاشن ويك، رح نتابع مع بعض أجمل هالإطلالات منها. استوحت المديرة الإبداعية لدار الأزياء الراقية كريستيان ديور ماريا غراسيا تشوري تصاميمها من حقبة زمن الستينيات، اللي بتتضمن أعمال الكروشيه والإمبرويدريز اللي هي أعمال التطريز والباتشورك اللي هي أعمال الترقيع، وحولتها بما يتناسب مع فخامة ورقي تصاميم الدار. وهلأ رح ننتقل من كريستيان ديور لنمشي بأرجاء غابات شتوية، وتحديداً وقت بزوغ الفجر. هي هي كانت أجواء عرض أزياء الدار الفرنسية الغنية عن التعريف أغماز. وطبعاً الكل بانتظار عرض الأزياء المميز للمصمم اللبناني المعروف إلي صعب خلال أسبوع باريس للموضة. قدم المصمم تصاميم تشكيلته ريدي تو وير لهالاسبوع على انغام موسيقى اغنيه الفرقه الروك المعروفه نيرفانا كوم از يو ار، لتتماشى مع اللون الغامق للمجموعه واللي دخل فيها الدونتيل والفرنجز والفرو والرافلز الكشاكش. ومنبقى مع مصممينا المتميزين بالعالم العربي خلال اسبوع باريس للموضه، وكل من المصمم السوري رامي العلي وانجي باريس اللي عرضوا تصاميم مجموعتهم لخريف وشتاء 2018. كانت المراه المفعمه بالانوثه والجاذبيه كالعاده محور تشكيله العلي، في حين احتفت انجي باريس بالمراه العصريه بشخصياتها المتعدده الاوجه. وهلا بنقلكم من سحر عروض الازياء لباريس فاشن ويك وسحر السجاده الحمراء لحفل توزيع جوائز الاوسكار لهالعام. اخترنا لكم اجمل اطلالات النجوم على الريد كاربت. تالقت النجمه نيكول كيدمان بفستان ازرق رائع من ارماني بريفي، وسلمى الحايك بفستان من جوتشي. اما المصممين العرب فاكيد كان لهم بصمتهم، حيث ارتدت الممثلة زوي دويتش من تصميم إلي صعب، وتألقت أنيسن جيني بفستان من تصميم ريم عكرة. موعدنا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من أخبار الموضة. بالوقت نفسه ما تنسوا تابعونا على موقعنا الإلكتروني وعلى كل من حساباتنا على الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب.